جسم الانسان الطبيعي بيستحمل كحد اقصى 400 مللي جرام كافيين. يعني قد ايه؟ يعني فنجان القهوه الواحد المظبوط فيه من 200 ل 250 مللي جرام. كنز المياه الغازيه فيها حوالي من 50 ل 80 مللي جرام. كوبايه الشاي الواحده فيها من 50 ل 40 مللي جرام كافيين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كوبايه قهوه واحده وكوبايه شاي واحده وكوبايه وكنز واحده في اليوم توتال، يعني واحده 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 يكفوك الكافيين بتاعك طول اليوم وزياده كمان. اتنين فنجان قهوه يكفوك الكافيين بتاعك طول اليوم. خلي بالك عشان زياده في الكافيين ممكن تسبب مشاكل زي التوتر والعصبيه والارق ورعشه في الايدين وضربات قلب سريعه، ولو الموضوع طول معاك واستمريت على نسبه كبيره من الكافيين باستمرار ممكن تسبب مشاكل في القلب كبيرة، فخلي بالك بس كده. باي.